نحن طبعا هناك اتفاقية تعاون ما بين جامعة طرابلس ومجمع القرآن الكريم في خلق وصل التعاون العلمي والفني بينهما، ومن ذلك جاء هذا البحث للطالب طه بشرف الدكتور عمر بوجناح. هذا الطالب طبعا دكتور طه او استاذ طه المهندس طه قام بإعداد مشروع مجمع القرآن الكريم في كثير من فصوله ومبانيه التي متكونة من المدخل إلى المسجد إلى المكتبة إلى غرف الدراسة إلى صالات التدريس إلى المتحف القرآن الكريم والجوانب الأخرى في حدائقه وما إلى ذلك. طبعا هذه الهندسة المعمارية من جامعة طرابلس بإذن الله تعالى سنأخذ نحن مجمع القرآن الكريم هذا العمل، يعني نضعه من ضمن أجندة الخطة التشغيلية للمجمع، ونحاول تجسيدها بالتنسيق مع المكتب الاستشاري الهندسي بالمجمع. سنستفيد من هذا العمل كثيرا، وهذا من أبنائنا وطلابنا طه الذي عمل هذا المشروع، وسنتولى بإذن الله تعالى المسؤولية اللي هو طه سالم الحوتي الطالب أو المهندس، كان طالب واليوم أصبح مهندسا في مشروع تخرجه. نحن نشجع هذا الجانب، نحن في مجمع القرآن الكريم نشجع هذه الجوارب، هذه الأعمار الطلابية سنأخذها بعين الاعتبار، سندفع بها إلى الأمام، سنضم مجموعة من الطلاب إلى المكتب الهندسي ومشروعات فنية قسم العمارة والأقسام الأخرى في كلية الهندسة إلى المجمع. سنأخذ في هذا المشاريع سنأخذ مجموعة من الانتقاءات الفنية الرائعة في خلال في مجمعنا، من ضمامهم بإذن الله تعالى هذا العمل الرائع، وهذا في عمل الصومعة وأنا على هيئة قلم، القلم الذي كان يكتب به أو يكتب به القرآن الكريم مع المدواة وعن المسجد ومع جوانب أخرى ذات الطراز الإسلامي. هذه ميزة للطالب طه سالم ابن الدكتور سالم الحوتي، ونعم فهذا عمل عظيم نشجعه ونشكر الطالب عليه، ونشكر جامعة طرابلس على هذا الإبداع وقسم الهندسة المعمارية بالخصوص في جامعة طرابلس كلية الهندسة، نشكرهم ونحن نمد أواصر التعاون معكم، شكرا لكم.